عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طبق غريب شوية وجديد، يعني انا شخصيا كان اول مرة اجربه بس طعمه عجبني جدا جدا. هنعمل مع بعض فتة الكفتة، وهعملها باللبن الرايب مع الحمص مع العيش المحمص مع البقدونس. يعني مش عايزة اقول لكم الطعم بتاعها كان ايه بصراحة. عملنا قبل كده مع بعض فتة اللحمة في العيد، وعملنا فتة شاورما الفراخ بالتومية، وعملنا فتة البتنجان الصحية عشان كنا عاملينها في الفرن، محمرناش اي حاجة في الزيت. ان شاء الله هنزل لكم الاكلات دي في صندوق الوصف. المكونات بقى بتاعت الطبق: عندي ربع كيلو لحمة، معلقتين كبار من البقسماط المطحون، معلقة كبيرة من صويا صوص، بصل وثوم وبقدونس، كوباية عصير طماطم، دي كوباية شاي صغير، عندي معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من بهارات الكفتة، الجنزبيل، النعناع الناشف، والكمون. لو ما عندناش بهارات كفتة ما فيش اي مشكلة، ممكن نحط بهارات المشاوي او السبع بهارات، بنتصرف. بس بصراحة اهم حاجة النعناع الناشف، بيدي طعم حلو قوي. عملنا قبل كده كفتة الحاتي، وكنت برضو حط عليها نعناع، وعملت كفتة بالبرغل، ان شاء الله هنزلها لكم في صندوق الوصف. دلوقتي انا ضفت جميع المكونات اللي عندي، هبتدي بقى اقلبها كلها مع بعض. عايزه اقول لكم ان معلقه الصويا اللي حطيتها دي ادت الكفته طعم حلو جدا. بعد ما قلبت المكونات جبت صينيه فيها شويه زيت صغيرين، وقطعت فيها بطاطس، وهبتدي اعمل الكفته كور صغيره. هحطها بقى في الصينيه. دلوقتي بقى هقوم حاطه عليها كوباية عصير الطماطم، زي ما قلت لكم دي كوباية صغيرة، يعني كوباية شاي صغيرة. هبتدي بقى ادخلها الفرن. هي ما اخدتش اي وقت في الفرن خالص، اخدت حوالي 10 دقايق. طلعتها بقى من الفرن، ودلوقتي هنعمل مع بعض العيش المحمص. عندنا عيش شامي اللي هو العيش اللبناني الابيض ده، وزيت زيتون وثوم وملح. حطيت الثوم والملح، الملح على فكرة مش كتير، يعني شوية صغيرين جدا في طرف المعلقة كده. قطعت العيش مكعبات صغيرة، حطيت عليه زيت الزيتون والثوم. اللي حابب بقى يزود حاجة تانية مع التوم وزيت الزيتون ممكن نحط ريحان زعتر زي ما انتوا عايزين، بس انا اكتفيت بصراحة بالمكونات اللي قلت لكم عليها دي. حطيتها في الفرن الصينية زي ما هي كده، قعدت بالظبط دقيقتين، لقيت العيش اتحمص على طول، يعني مش بياخد وقت. عندنا هنا بقى كوباية لبن رايب كبيرة، ومعلقة طحينة معلقة كبيرة برضو، وتوم وشوية ملح صغيرين. عملنا قبل كده سلطة الزبادي بالطحينة، ان شاء الله هنزلها لكم في صندوق الوصف. كان ممكن يعني بدل ما احط اللبن الرايب احط زبادي، بس انا بصراحة فضلت اعملها باللبن الرايب، قلت اجرب طعمه كده في الفتة، فعجبني قوي طعمه. فاللي مش حابب بقى يحط لبن رايب ممكن يحط زبادي مع الطحينة، ممكن ما يحطش خالص زبادي وطحينة، يعمل يعني يحط تومية. التومية برضو طعمها بيبقى حلو جدا، بس زي ما بقول لكم انا بحب كده اجرب الحاجات واشوف يعني الطعم الجديد بيبقى عامل ازاي. هنقلب بس شوية مع بعض التوم والطحينة مع اللبن الرايب. بعد المكونات كلها ما بتختلط، ادي بقى مكونات الطبق. عندي حمص مسلوق،
واللبن الرايب، وعندنا الكفتة والعيش المحمص. الحمص طبعا كنت سلقاه في شوية مية وشوية ملح صغيرين، يعني لازم بحط وهو بيسلق ملح. هو كان عندي في التلاجة، يعني انا ما سلقتوش مخصوص بصراحة، كان عندي. دلوقتي هحط الكفتة على العيش، ونحط بقى عليها الحمص، الحمص المسلوق بيبقى جميل جدا، انا بحبه بصراحة مع اي فتة، يعني اي فتة اعملها لازم احط معاها حمص مسلوق. رشيت بقى على الوش شوية بقدونس، طلعت حلوة جدا جدا. عايزة اقول لكم بقى اللبن الرايب كان حلو قوي، يعني كان اول مرة برضو احطه على حاجة، يعني انا متعودة دايما احط تومية احط زبادي، لكن اللبن الرايب كان طعمه حلو، عجبني قوي طعمه. اللي حابب بقى يا جماعة يعمل الطبق ده بالرز، ممكن برضو نحط معاه رز ابيض، بس انا بصراحة اكتفيت بيه كده، يعني انا لقيته كده طعمه حلو جدا، والصويا صوص برضو كان طعمها حلو مع الكفتة. جربوا بقى الطبق ده وان شاء الله يعجبكم، وبالهنا والشفا.